يستضيف المسرح الروماني في المنطقة التراثية بمدينة العلمين حفل أساتذة بيت العود في مشاركة هي الأولى في فعاليات مهرجان العالم علمين. يقام الحفل غدا بمشاركة نخبة من أساتذة بيت العود وهم محمد يحيى وسلمى مختار وميقل أنسي. يقدم الثلاثي باقة من أجمل الألحان الخالدة في مختلف الأنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى مقطوعتين من تأليف الفنان نصير شمة مؤسس بيت العود. ويأتي هذا الحفل بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع احتفالات بيت العود باليوبيل الفضي لتأسيسه، ليشكل رحلة موسيقية عبر الزمن تحيي عبق الماضي وتضفي على الحاضر سحرا خاصا.